السلام عليكم وأهلا بكم في خط جديد من الخط المباشر. عبرت بلادنا عن خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة ولذوي الضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية وأسفر عن وقوع العديد من الوفيات والمصابين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي تضامن بلادنا مع المملكة المغربية في هذا المصاب الأليم سائلة المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين وأن يجنب المملكة المغربية كل شر ومكروه. مشاهدينا الكرام، العلاقات الدبلوماسية الحديثة بين بلادنا والمغرب تعود تاريخها إلى مطلع الستينات من القرن الماضي، وكان المغرب الشقيق في طليعة الدول التي اعترفت بالجمهورية العربية اليمنية المعلن عنها في الشطر الشمالي من البلاد على إثر قيام الثورة اليمنية والإطاحة بالنظام الإمامي في العام 1962. شهدت السنوات الأخيرة تكثيف لتبادل الزيارات والوفود بين المغرب وبلادنا على مختلف المستويات وفي كافة مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وكذا الرياضية، إضافة إلى أهمية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال آلية للتبادل أو من خلال آلية للتبادل للدارسين في مجال الدراسات العليا، والتي وصل فيها عدد الدارسين في الجامعات والمعاهد المغربية من الدارسين اليمنيين إلى ما يزيد عن 100 طالب أكاديمي خلال السنوات الأخيرة. العلاقات اليمنية المغربية ضاربة جذورها في التاريخ، وحول هذا الملف يسرنا مشاهدينا الكرام أن نفتح خطا مباشرا لهذه المعطيات مع سفير عز الدين الأصبحي سفير بلادنا في المغرب الشقيق. مشاهدينا الكرام، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بك سعادة السفير عز الدين الأصبحي على قناة عدن الفضائية والخط المباشر، وشكرا جزيلا على قبول الدعوة. أهلا وسهلا، مساء الخير، كل عام وأنتم بخير. مساء النور، وكل أيامك ولحظاتك والشعب اليمني بألف ألف خير. أولا أن نعزيكم ونشد على أياديكم ومن خلالكم إلى أشقائنا في المغرب بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جزء من البلاد الشقيق. سؤالي، هل من أضرار على أبنائنا اليمنيين في المغرب، وما هي آخر الأخبار معالي السفير؟ شكرا جزيلا أولا لك ولتعازيك وللمشاهدين الكرام، ومرة أخرى أيضا تعازينا للشعب المغربي الشقيق ملكا وحكومة وشعبا بهذا المصاب الجلل. على الصعيد الجالية اليمنية ليست هناك أي إصابات، الزلزال ضرب مناطق جنوب شرق المغرب، ليس هناك أعضاء في الجالية، وإن كان بعض الأسر اليمنية القريبة من الذين يعيشون في المغرب منذ زمن طويل كانوا قريبين من إقليم الحوز الذي أصابه الضرر الأكبر في هذا الزلزال، ولكننا تطمننا على كافة أبناء الجالية ولا يوجد أضرار يعني والحمد لله، ولكن المصاب الجلل الذي أصاب المغرب هو أصابنا. نعم. فالأسر والضحايا هم أيضا أهلنا وأبناؤنا وأخوتنا في المغرب الذين بقينا دوما في لحمة واحدة حقيقة، لكن جاليتنا المباشرة بخير والحمد لله. الحمد لله. معالي السفير، إذا ما تحدثنا عن دعم المغرب لوحدة اليمن، ملف كبير يستحق الثناء، صف لنا هذا الدعم باقتضاب لو سمحت لي. أولا أحب أن يعني أن أشير إلى متانة العلاقة اليمنية المغربية تاريخيا وعلى المستوى الحاضر، هناك علاقات وطيدة جدا، وهناك أيضا نوع من المشترك الحضاري والثقافي، فرغم تباعد الجغرافيا ما بين اليمن والمغرب كما هو واضح، لكن هناك أكثر تقارب ثقافي وجغرافي وأيضا تطابق في المواقف السياسية على مستوى شعبين شقيقين هو المغرب واليمن، وأنا دائما ما أقول أن اليمن والمغرب يشكلون دائما تلاقي أطراف، يعني كأننا نمثل اليمن والمغرب يمثلان قوسين محبة لهذا الوطن العربي من أقصى الشرق والغرب، يعني نحن نطل على باب المندب والمغرب على مضيق جبل طارق، نحن إطلالة المنطقة العربية على المحيط الهندي وعلى شرق أفريقيا، والمغرب هو إطلالة المنطقة العربية على أوروبا وعلى غرب أفريقيا، وهناك تشابه جغرافي هائل
وهناك أيضا تطابق في العادات وفي الثقافات، بالإضافة إلى الهجرات القديمة التي تراها دائما واضحة جدا على كل المستويات الثقافية والفنية وفن الحضارة والمعمار والملابس والموسيقى، ناهيك عن الأسماء والتطابق الكامل للأسر والقبائل المختلفة خاصة في جنوب المغرب وصحرائه. وبالتالي أستطيع القول بأن هناك تطابقا وليس فقط مشتركا بين هذين البلدين والشعبين الشقيقين. نعم نعم هذا على بشكل الصعيد عام معالي السفير، لكن ما أهمية الموقف؟ نعم هذا الحالي المغرب في كل المحطات السياسية أيوه التي مر بها اليمن ابتداء من ثورة 1962 وحتى تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 1990 نعم وقبل ذلك في عقود، ثم بعد ذلك في المنعطفات التاريخية المختلفة، بقى موقف المغرب دائما إيجابيا وداعما على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد الشعبي. بالمناسبة يعني هنا تطابق جميل فيما يخص دعم اليمن سواء على المستوى الرسمي كما قلت أو على المستوى الشعبي. دائما في كل المحطات المغرب كان واضحا مع استقلال اليمن، مع وحدته، مع نموه، وفي كل اللحظات الصعبة دائما ما مد يد العون، وفي كل المواقف الدولية المختلفة على صعيد الأمم المتحدة، الجامعة العربية، المنظمة الدولية، دائما ما بقى المغرب يسأل ما هو الموقف المراد منا لتبنيه فيما يخص وجهة النظر اليمنية. صحيح، وهذا الآن يكفي انها جزء من تحالف دعم الشرعيه الدعم لبلادنا. اذا غصنا قليلا معالي السفير في تصريحات وزير الخارجيه خارجيه المغرب الداعم لليمن والمدير لتدخلات ايران الذي اكد فيها الوزير المغربي ناصر بوريطه في ندوه صحفيه سابقه جمعته مع وزير خارجيه بلادنا احمد عوض بن مبارك دعم المغرب للشرعيه في بلادنا، اكد ايضا ان المغرب الى جانب الشرعيه في اليمن لخلق ظروف الأمن والاستقرار للشعب اليمني، مضيفا أن الرباط تثمن المواقف الرصينة للحكومة الشرعية اليمنية في تجديد الهدنة. السؤال، كيف كان هذا الموقف للشرعية وللدبلوماسية عموما الدبلوماسية اليمنية طبعا وفي المغرب بالتحديد؟ يعني في خلال السنوات الماضية يعني عدنا تقريبا معظم الاتفاقيات المشتركة ما بيننا وبين الأشقاء في المغرب، نحن لدينا أكثر من 27 إلى 30 اتفاقية تعاون مشتركة بالمناسبة. وخلال الست السنوات الماضية أحيت كافة اتفاقيات الثنائية مرة أخرى، وأعيد الموقف الرسمي والشعبي المغربي فيما يخص كافة اللحظات التي احتجنا فيها إلى دعم ومساندة. نعم. وأعلن المغرب من حيث المبدأ، المغرب لديه مبدأ أساسي بأنه لا يمكن المساس بشرعية الدول أبدا أو التدخل في استقلالها أو وحدتها. وبالتالي من هذا المنطلق رأى المغرب منذ اللحظة الأولى أن مسألة استقرار اليمن واستقلاله ووحدته يمثل صمام أمان للمنطقة العربية وللجزيرة العربية، ومن هذا انطلق المغرب في موقفه منذ البداية. وعندما أردنا ترجمة ذلك المواقف عبر اتفاقية ثنائية أو دعم مشترك لم يتردد المغرب حقيقة لحظة صحيح. واحدة. نعم. للسيد وزير الخارجية ناصر بوريطة مواقف مشرفة سواء على الصعيد السياسة الدولية في الأمم المتحدة الجامعة العربية وعلى الصعيد الثنائي. يعني أنا عندما قدمت أوراق اعتمادي والتقيت به منذ اللحظة الأولى، أنت لست فقط سفيرا لليمن ولكن أيضا سفيرا للمغرب لدى المغرب لليمن، ونعتبر أي موقف مطلوب منا مبدئيا نحن معه، وماذا تريد الشرعية وماذا يريد الشعب اليمني سنعمل عليه. لذلك تم مضاعفة المنح الطلابية، وأحب أن أصحح المعلومة الذي قلت، نحن لدينا 420 طالب في الدراسات العليا والدراسات الجامعية، ومنذ لحظة كانت لدينا 30 مقعد مجاني صاروا الآن لدينا 100 مقعد دراسي على المستوى الجامعي والدراسة العليا مجانيا كل عام يقدم من المغرب. لدينا تطابق في مسألة أنه معهد القضاء العالي في المغرب، اليمن من الدول القليلة الوحيدة التي تعتمد مسألة الطلاب اليمنيين الذين يصبحون قضاة على السلك القضائي اليمني، وهذه مسألة أيضا أعدت ورفع العدد خلال السنتين الماضيتين. لدينا اتفاقيات في مختلف القضايا المختلفة وأحدثها ستكون الآن في قضايا المياه والبيئة بإذن الله. معالي السفير هذا بالنسبة للطلاب والدارسين، إذا تحدثت أيضا عن المقيمين اليمنيين بشكل عام، كم عدد اليمنيين المقيمين في دولة المغرب الشقيق؟ يعني الجالية المقيمة من حيث السكان القدامى، لدينا نوعين من اليمنيين الذين صاروا
الجيل القديم الذي جاء مع الخمسينات بالذات، خاصة الذين التحقوا بالمغرب بعد الحرب العالمية الثانية، وكانوا كلهم من اليمنيين المغتربين في جيبوتي أو مع الجاليات الفرنسية أو مع الحاميات الفرنسية في مارسيليا أو في غيرها، فقرروا آنذاك منذ نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات أن تكون مستقرهم أو بلدهم الثاني هو المملكة المغربية. نعم. واستقروا حتى الآن. هناك الجيل الثاني والجيل الثالث من هؤلاء، ولا زالوا أيضا يمنيين رغم يعني وجود جنسيات أخرى لديهم، لكن لا زالوا يحملوا الجواز اليمني. نعم. وهذا جزء أصيل من الجالية اليمنية القديمة. هؤلاء بضع مئات بالمناسبة، مع الزمن صاروا عدد أكبر. لدينا جيل آخر من اليمنيين الذين جاءوا في السبعينات والثمانينات وصاروا من رجال الأعمال أو جزء من المجتمع المغربي، ولدينا الجالية الطلابية. نحن نتحدث على لا يزيد عن بضعة آلاف حقيقة، لكن الجيل المهم في هذا الموضوع هو الجيل القديم، الجيل القديم الذي لم ينسى اليمن رغم أن بعضه له 60 عام مثلا في المغرب، لكن لا زالت لديه علاقاته وأسره، يحتفظ بكل شيء، يحرص تماما في كل المناسبات الوطنية أن يكون موجود، يحرص تماما على متابعة قضايا اليمن، أخبارها. يعني أنا سعيد جدا دائما في بعض اللقاءات يأتي البعض وقد ربما لم يزور اليمن من 20 عام، لكن لا زال على ارتباط وثيق في كل التفاصيل اليومية التي تربطه باليمن. هؤلاء يشكلون لدينا جسر تواصل حقيقي خلاق مع المجتمع المغربي، مع المغرب العميق بكل تجلياته الجميلة حقيقة. نعم. طلابي هم حقيقة جالية طلابية. أيوة، هذا ما كنت سأسألك عنه سعادة السفير. إذا عدت بك والمشاهد إلى حالة طلاب الدارسين في المغرب في كافة المجالات ليس في السلك القضائي فقط، أعطينا نبذة مختصرة عن حالة طلاب بشكل عام في كافة المجالات التعليمية، تفضل. يعني الجالية الطلابية هي يعني بالذات طلاب الدراسات العليا، في العامين الماضيين فقط، وأنا أريد أن أطرح بعض الأرقام، تخيل إحنا في العام الماضي احتفلنا بتخرج 82 طالب وطالبة حاصلين على شهادة الدكتوراه من الجامعات المغربية. نعم. وقبلها في عامين كان لدينا عدد 74 أيضا طالب وطالبة حاصلين على الدكتوراه في الجامعات المغربية. يعني لدينا أرقام حقيقية تمثل إضافات نوعية في مسألة التعليمية على مستوى اليمن. حاليا الطلاب يتوزعون على تقريبا معظم الجامعات المغربية، إن كان جلهم في القنيطرة والدار البيضاء والرباط بشكل أساسي وطنجة، لكن الدراسات المركز عليها هي دراسات القانون، دراسات العلوم. لدينا بالمناسبة بعض الخريجين المتميزين الذين انخرطوا في سلك العمل داخل المغرب، مثل الأطباء مثلا أو بعض المهندسي الاتصالات. لدينا طلاب متميزون على مستوى الدراسات العلمية والدراسات الإنسانية. المئة منحة موزعة ما بين دراسات الدكتوراه الذي تحتل أكثر من 30% من المقاعد، ثم دراسات الماجستير الذي ربما أكثر من ذلك، ثم البقية لطلاب البكالوريوس. يعني أنا أتمنى دائما وأدفع أن يكون هناك اتجاه للتخصصات العلمية أكثر، لأن اليمن بحاجة إلى هذه التخصصات، والمغرب صراحة متميز. النقطة الثانية هو الدراسات في الجامعات المغربية، هي طبعا دراسات مجانية على مستوى الجامعة، حتى الطلاب الذين ليس لديهم منحة من الجمهورية اليمنية ممكن بالتعاون مع السفارة أن يحصلوا على مقاعد مجانية. المغرب أيضا من هذا الموضوع منفتح وأكثر يعني تعاونا معنا ولو خارج إطار الحصة الرسمية. نعم، يستحقون الشكر والتقدير. إذا ما تحدثت معك معالي السفير عن عموما مستقبل العلاقات اليمنية المغربية وأنت سفير اليمن في المغرب الشقيق، أعطينا نبذة عن هذه، كيف ستكون يعني مثلا من وجهة نظرك مستقبل العلاقات اليمنية المغربية؟ يعني أولا على صعيد التبادل الثنائي، اليمن والمغرب تبادلوا السفارات منذ نهاية السبعينات، بداية الثمانينات كانت الخطوة الراسخة للسفارة اليمنية في الرباط وأيضا سفارة المملكة المغربية في صنعاء. منذ 90 ترسخت الأمور أكثر. نعم. في علاقة ثنائية كبيرة بين البلدين بشكل كامل. في المواقف السياسية على المستوى الإقليمي والدولي هناك تطابق بالمواقف. اليمن لديه موقف ثابت من الدفاع عن استقلال المغرب ووحدته الترابية من طنجة إلى الكويرة، لدينا موقف واضح في مسألة دعم الاستقرار والديمقراطية في المغرب. أيضا هناك تجربة أنا أحب أن أقولها دائما في العمل الدبلوماسي المشترك من التجربة المغربية فيما يخص اليمن، المغرب لديه تجربة رائدة في مسألة الحكم اللامركزي.
اللامركزية الواسعة في مسألة وجود الأقاليم والولايات التي لديها اختصاصات إدارية واسعة، لديها امتيازات هائلة في المسألة القانونية والتشريعية، وبالتالي حافظ المغرب من خلال هذا النظام اللامركزي على التنوع الجميل الذي صب في مسألة المسار الإيجابي لمزيد من التعاضد المجتمعي ومزيد من الإبداع، نعم. واستطاع أن يقدم تجربة في الإدارة من خلال 20 سنة الماضية في مجالي التنمية والحكم اللامركزي. أعتقد اليمن من أكثر البلدان التي يجب أن تكون على ممتاز. اطلاع بالتجربة لتشابه الظروف نعم. بين البلدين، وهناك تجربة إيجابية تشبهنا، هي أقرب إلينا في كل شيء. أنا أتحدث عن التنوع الجغرافي، التنوع الثقافي، التنافس الحزبي، الحياة الديمقراطية، يعني هناك تجربة حية تنمو، وهناك أيضا تجربة تنموية هائلة من الاستقرار استطاع المغرب أن يقدمها خلال 20 عام. اليمن بحاجة إلى أن يكون لدينا نموذج إيجابي يشبهنا نحتذي به، المغرب يقدم هذا النموذج. أنا أقولها دون تحيز ولكن من باب الخبرة والرؤية العميقة لهذا البلد. نعم. لذا أردنا بفعل نقل تجربة تبعث على السلام والقبول بالآخر، التهاب اللامركزية الواسعة، التنوع الذي يخلق نوع من التكامل نحو صنع صورة إيجابية في المسار الإيجابي. أعتقد المغرب عملها بوعي وبخطوات يعني متزنة ومتطورة كل عام، وحتى استطاع أن يخلق هذا النموذج الذي نراه الآن. نعم، معالي السفير، نحن نعتبرك صديق الإعلام والجمهور الإعلامي أيضا، فأنت مسؤول سابق مكلف لتسيير أمور وزارة الإعلام في حقبة مهمة من تاريخ اليمن، فضلا عن أنك بدأت تاريخ حياتك المهنية في صحيفة الجمهورية ونقابة الصحفيين وما إلى ذلك من المراحل الوظيفية. السؤال، ماذا يمثل لك الإعلام اليوم وغدا معالي السفير؟ يعني الإعلام دائما، وأنا أقولها صادقا في هذا الموضوع، هو خط الدفاع الأمامي عن كل قضايانا الوطنية والنزيهة، هو خط النار الأول الذي يحمي القيم ويعيد الأمل للناس. لا يجب النظر إلى الإعلام بأنه تابع لإحدى الجهات أو مجرد شركات علاقات عامة لتحسين وضع معين أو قيادات معينة أو أحزاب معينة. لا، الإعلام هو في معركة حقيقية، معركة الوعي، وفي معركة الدفاع عن الوطن وقضايا. وأنت ذكرت نحن مررنا بتجربة، وهذه القناة التي أعزها والزملاء الذين لديك، يعني ونحن معظمهم نبادلك الشعور مع السفير. هم بالمناسبة نحن زملاء أكثر من أي شيء آخر، ليس لم نكن مسؤولين وموظف، لا. أنا أذكر اللحظات الحرجة التي مررنا بها بعد في 2015 عندما كان قصف الميليشيات الحوثية عنيفا. كانت أحد أهم المواقع التي توجع الميليشيات الحوثية هي قناة عدن، عندما كانت تواهي وكانت من الداخل تعمل. ثم بدأ الزملاء فارس وفريقه بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، وكنت وزير آنذاك مكلف بهذا الأمر. كان هدفي الأول والأساسي، والذي يعني حقيقة أعتقد أننا أنجزته بمساعدتكم جميعا، كانت 3 خطوات رئيسية: إعادة قناة عدن الفضائية وقناة اليمن الفضائية ووكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى العمل المباشر في الدفاع عن الشرعية. وأعتقد بأن تلك الأسابيع الأولى كانت من الخطوات الهامة جدا التي أعادت إلى الأذهان حاجتين: الشرعية اليمنية بتجلياتها الرئيسية الهامة جدا ومؤسساتها، وإعادة الأمل للناس في الداخل بأن المؤسسات الشرعية لم تسقط وأن ميليشيات الحوثي لم تنتصر. فلولا تلك الجبهة التي ربما لا يعي البعض أهميتها وخطورتها في تلك الأسابيع، لما تماسك الناس في الداخل ولما استطاع بعد ذلك مسار النضال ضد هذه الميليشيات أن يستمر. فتحية طبعا لكل كواكب الزملاء الذين كانوا والذين ما زالوا في هذه المؤسسات وفي إذاعة صنعاء. لولا تلك الكوكبة من الإعلاميين، وأنا كنت يعني سعدت أن كنت معهم بغض النظر عن المنصب الوزاري أو غيره، لكن بالفعل أنا أقدر تلك المرحلة الخطيرة جدا التي ربما لا يدرك الكثير من الناس أهميتها في الحفاظ على مؤسسة الشرعية اليمنية وإعادة مسار التلاحم الوطني وصد الميليشيات التي أرادت أن تنهي كافة ما له علاقة باسم الجمهورية اليمنية، باسم اليمن الواحد، باسم اليمن بشكل عام، باسم الجمهورية اليمنية بشكل أساسي. أنت أبليت أبلاء حسنا معالي السفير، وبصمتك واضحة البيان. سؤالي، إلى ما يطمح الأستاذ عز الدين الأصبحي سواء على المستوى العام أو على المستوى الشخصي؟ تفضل. يعني أنا مسكون الآن حقيقة في هذه اللحظات بالشأن العام أكثر من أي شيء آخر.
نعم. أنا ما زلت أعود بالمناسبة إلى عدن، ولا زالت أسرتي تعز، وأحرص بشكل دائم أقول بأن إذا كان هناك من حلم على الصعيد الشخصي هو عودة الاستقرار وعودة اليمن بدوره الريادي على المستوى الإقليمي والدولي، يمن اتحادي واسع ديمقراطي، دولة مدنية واسعة، هذا الحلم الذي لازلنا نناضل من أجله وسنستمر. وبالتالي لا يمكن لك أن يكون حلما شخصيا في هذه اللحظات إلا من خلال بلد مستقر وبلد يعني ذو إرث حضاري كبير. بالمناسبة الذي يعيش خارج اليمن للحظات ويرى مكانة اليمن في عيون وقلوب الآخرين من المحبين، وأنا في بلد المغرب، يكن لليمن يعني محبة عالية تدرك أهمية هذا البلد وعراقته وأصالة هذا الشعب اليمني العظيم. تزداد اللحظات الشجن والمحبة للشعب وللوطن عندما ترى تلك المحبة في عيون الآخرين عن بعد. وبالتالي إذا كان لي من أمنية هي أن نفيق فعلا على عودة اليمن الكبير بعمادته كدولة مدنية يقبل بالآخر ويقدم النموذج الديمقراطي والإنساني الذي دائما ما عرف به. نعم علي سفير، يعيش اليمنيون اليوم أعياد الذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر المجيد، وكذا الأشقاء في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودية 93. ماذا تريد أن تقول في هاتين المناسبتين؟ تفضل في كلمة أخيرة. يعني خالص التحايا للأشقاء في المملكة العربية السعودية وصاحب لخادم الحرمين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق بعيده الوطني المجيد، ونقول نحن في خندق واحد وهذا العيد هو عيدنا جميعا. وفيما يخص ثورة 26 سبتمبر المجيدة، أقول للشباب الصاعد لجيلنا الشاب يجب أن تدركوا تماما أن ثورة 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر ليس مجرد ثورتين ضد الإمامة وضد الاستعمار البريطاني، ولكن كان من أهم مراحل التحرير على مستوى المنطقة العربية، أخرجت اليمن من دوائر الظلام والجهل إلى العصر الحديث. وبالتالي تضحيات الآباء لا يجب أن تذهب سدى. ما نراه الآن من تجريف للقيم ونهيار للمؤسسات وعودة ثقافة الخرافة والتشظي المجتمعي وعودة الصراع الطائفي المذهبي وعدم القبول بالآخر، كل تلك هي جزء بسيط جدا ما كان عليه اليمن قبل 1962. 62 بالنسبة لي 26 سبتمبر حجر زاوية لكافة التغييرات ومسار التحرير على مستوى المنطقة وليس على مستوى اليمن. هذه الثورة كان لها الأثر الأكبر في إعادة الوعي وتشكيل الوعي على مستوى المنطقة العربية، أراد من أراد وأنكر من أنكر، لكن على مستوى اليمن تلك كانت هي بالفعل ما هي أكبر من مجرد ثورة وإزالة نظام، إلى خلق مسار جديد أعاد اليمن إلى مساره الإنساني الحقيقي والحضاري الذي يجب أن يكون عليه. اليمن بلد كبير، بلد حضاري، والشعب اليمني من أكثر شعوب العالم الذي يقبل في مسألة تحمل الضنا والتعب من أجل البناء والإعمار، وهو صاحب حضارة على فكرة من ضمن الحضارات الأهم على مستوى العالم. بالتالي ما يمر الآن به من مآسي هي مآسي مؤقتة، وأنا على ثقة بأن هذه الحرب وهذه المآسي تصقل هذا الشعب ليعود ليقوم بدوره الريادي والحضاري وليكون صمام أمان وصاحب رسالة إنسانية كما كان من شرق آسيا. نتمنى ذلك بإذن الله. سفير عز الدين الأصبحي، سفير بلادنا في المغرب الشقيق، كنت معي مباشرة من العاصمة المغربية الرباط، أشكرك على تفانيك وتفاعلك مع الوسائل الإعلامية وأخص قناة عدن الفضائية بالتحديد، ونتمنى من زملائك في السلك الدبلوماسي والمسؤولين في الدولة أن يحذوا حذوك وأن لا يتهربوا من المقابلات والتوضيح للجمهور بحجج واهية. شكرا مجددا وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله مع علي السفير. الشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام في نهاية هذا الخط المباشر من قناة عدن الفضائية، ألتقيكم في خط مباشر آخر. إلى ذلكم الحين، حفظ الله الوطن، لكم تقديري أنا عيسى المرشدي، في أمان الله.